سيدنا نيقوديموس والدكتور سيف جنان للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. فاللي عنده سؤال أو استفسار يقدر يطرحه بالفقرة التالية، فليتفضلون سيدنا والدكتور. تيست. هذا لو لا دكتور. زين جيبوا لي انا هم مايك، ما علي. لا لا خذ اكو. هذا تشيلونه. شكرا. تيست. مايك لشو؟ اكو يابا خمما. اكو مايك ثالث؟ شلون؟ اي اوكي، نك مايك الي وهذا للجمهور. اعتقد اكو مايك ثالث. اكو مايك ثالث. مساء الخير. مرحبا دكتور. مرحبا، مساء العسل. ما اعرف تسجلون اسماءكم للي راح يجون غدا على القداس، على مود نهيئ مكان المقاعد الاولى تكون للشبيبه. طبعا تجون بالتيشيرت مالكم لان راح يكون اكو تصوير، وبعدين راح يكون عندكم وقت ساعتين كاملين ترجعون تبدلون حواسكم تتمكيجون، بالذات الشباب راحون على كوافيرة عندكم كل شيء. ف بس تسجلون الاسماء حتى نهيئ مكان بالكنيسة. وانا اشعر هذا الحضور جدا مهم غدا للقداس، نعترف بينه، نتناول، نختم هذا المهرجان بلقاء شخصي مع يسوع. جدا مهم هذا القداس. طبعا القداس راح يكون انا وابونا جاك راح يساعدني ايضا في القداس، فاتمنى حضور اغلبكم يعني او كلتكم. انا اتمنى، بس انا اعرف قسم ما راح يجي. مشكله هسه اكو بث مباشر غدا احكي معاك غدا. القداس ما راح يطول 4 ساعات بس. مثل محاضرتي. ما؟ لا لا، القداس هو ساعة ونص فقط. والقداس دائما هو ساعة ونص، بس احنا كنت طلعت علينا سمعة ما اعرف ليش. هيك انا من اقدس 2:30، بس هذا موضوع اخر. لا لا صدقوني، ساعة ونص إلى 2:45، هاي من أنا أقدس وأطول. الآباء كله قداسهم دائما ساعة وربع. زين هسه احنا دكتور سيف وانا حبينا ان نكون مع بعض، ان نستقبل اسئلتكم. اي اسئله عندكم بخصوص اي شيء احنا مستعدين نجاوبكم. فاللي عنده سؤال خليه يتفضل. المايك يم ريفان، اللي يحب حتى ياشر الريفان يشوفه ويودي المايك له هناك. بدي يضبطون المايك يمكن. بس خاف يعني يستحون يسألون أنت موجود، فراح يسألك بس لك. هاي يستحون يسألوك وأنا موجود يسألوني بس لي. هو يغد أسألك إلك. أنا من يسألوني أسئلة ما أعرف أجاوبة راح أقول لك أنت جاوبة. ما راح يكون عندك سؤال ما تعرف تجاوبه. لا لا أكيد أنت اللي يسأل يقول السؤال موجه للدكتور سيف أو السؤال موجه لسيدنا. وفي حالة شفتوا انا احب اكمل شيء على جواب الدكتور راح اكمل، وفي حال الدكتور حب يكمل شيء على جوابي يقدر يكمل. تمام دكتور؟ تمام. اوكي. واو تيست. اوكي هوني سيدنا. مساء الخير دكتور. مساء الورد. دكتور مرات يعني تخيل شغلات انه يعني صايره معي فعلا سابقا، بس اشوف انكم شفتوها قبل. يعني تحدث معي شغلات انا شايفها قبل بس اول مره تحدث معي. شنو السبب يعني هاي من السالفه؟ يعني اوكي اكو مجموعه من الاجوبه راح اختصرها، هي ثلاثه. الاول احنا اصلا نعيش في الماضي، يعني الدماغ حتى تشوف العين وتستوعب المعلومه تحتاج 9 اعشار من الثانيه،
فاحنا كلنا اصلا عايشين بالماضي. يعني هسه هاي حكايتي صارت تقريبا ثانيه من يلا انت وصلتك واحد. فاحيانا احنا نستشعر هو زمنيه الكون ابعاد اكو زمان ومكان وهذه بعد البشر ما فاهمين ما فاكين كل طلاسمه. يعني الزمن معتبرين شلون البعد الثالث ثلاثي الابعاد 3G 4G اكو بعد اخر اسمه الزمن. احيانا يسموه يعني الازمان انت تشوف شيء مسبق في زمن مسبق. اثنين اكو شيء في علم الطاقه وهذا بدا يثبت حاليا. ملاحظين مرات انت دا تسولفين ويا وحدي على بنت وتمر وتقول لو ذاكرين مليون دينار هسه بسيرته. او مثلا يعني سيدنا دا يتكلم مع ابونا جاك انا فد موضوع معين او على فد شخص معين ويفوت هذا الشخص علي. هذه الظاهرة قالوا غريبة شنو هاي الظاهرة. اكتشفوا انه الانسان عنده حق الكبير من الطاقة وياي من انا وهذا الحق العظيم وكبير وطويل جدا. فتخيل انت دا تفوت بهذا المكان حق الطاقة سيدنا كبير وانت حق لك كبير تلاقت الطاقات وياي. فهو فكر بيك مو انت لان مريت سبحان شو مر قدامي شيء غريب لا لان الطاقة التقت. فيقول المر لو ذاكرين مليون يا ابن الحلال هسه بسيرتك لا هي مو هسه الطاقات التقت. واكو اشياء خارقه لهاي علم النفس ممكن تكون من الله رؤى وامور اخرى. اذا عندك تعليق ما تعليق هو بس هذا شيء جدا طبيعي كلنا نصير بينا طبعا كلتنا دائما نشوف شغلات نقول بيها يا عبالك انصاغت معي قبل صح. بس هي ما كنصاغت هي لاول مره ايه فعلا. سؤال سيدنا اوكي سؤال. منو وين سيدنا قم قاف ايش شلون توقيعات سؤال سيدنا يلا تفضل اوكي مساء الخير مساء النور سيدنا مرات اكو اشخاص بحياتنا يدعون بانه يقدمون الخير من اجل شخص نعم. فمثلا انا صارت وياي فقره بانه جيت حكيت لصديقي بانه انا متعرف على انسانه ودا احبها فاحب تساعدني اوكي فالشخص هذا بدل ما يساعدني راح نصحها راح حبها اوكي حبها لا هو دي يعني شلون دي يعني شاف انه ذوقك مرتب استخسر بيك بالضبط فقال اشيل انا فشنو شنو الشيء يعني اللي نقدر يعني كهيك ناس شلون نبتعد عنهم او شلون مثلا نوعيهم. المشكله مو بصديقك المشكله بالانسان اللي انت اخترته. بس هي ما منطيت له يعني ما قالت له اوكي انا احبك وحسب الوصول وهاي اصبر المشكله مو بصديقك المشكله بالانسان اللي اخترته. لان الانسان اللي اخترته اذا هي مقتنعه بيك ألف واحد مثل صديقك ما راح يغير قناعته. بس إذا هاي البنت هي ما مقتنعة بيك ما بس صديقك أي واحد راح يجي يغير قناعته. بعدين أنتم لازم تميزون هل كل إنسان نقدر نقول عنه صديق. في سفر يشوع بن سيراخ يقول أكثر من الذين تسالمهم ولكن عندما تستشر فواحد من ألف. يقول يشوع بن سيراخ واحد من ألف اللي تسأله اللي تقدر أن تسأله. فهذا اللي أنت كنت سميته صديقك لازم نوصل لمرحلة أنه صار صديقك بعد اختبارات كثيرة حتى هذا نقدر نقول أنه صديق وأثق بينه وأكون قدامه كتاب مفتوح وهو يكون قدامي كتاب مفتوح. هذاك الوقت هذا تقدر تدخله بأمورك الشخصية. بس إذا كل واحد تعرفه صار صديقك وتدخله بأمورك الشخصية فالمشكلة باختيارك مو مشكلة بذاك الشخص. تمام؟ لقي لك غير وحدي. أوكي هوني رافعيني دايما كثير زين. مساء الخير دكتور. مساء النور. قبل فترة قريت عن قانون الجذب والأشياء المستحيلة اللي ممكن يسويها العقل الباطني وتعمقت كثير بهذا الموضوع وفتت بجروب مثلا طبق هذا التمرين لجذب هذا الشيء وطبق هذا التمرين للحصول على وظيفة أو شيء
طبقت أكثر من تمرين وحصلت أشياء معي يعني تحققت معرفة بهاي التمارين أو هي مجرد صدفة. سؤالي هو يعني أنه قريت أكثر ومعرف يعني خفت أتعمق بهذا الموضوع. يعني سؤالي هو أنه قانون الجذب هو يعني شيء فعلي موجود أو هو مجرد يعني تخيلات؟ وشنو سؤالي سيدنا أنه كنت تسأليني لي؟ اي نعم يعني كده قلت الدكتورة شنو هذا قانون الجذب؟ القسم الأول للدكتور ما كده عفوا شنو أنا قلت الجاذبية؟ قال لا قانون الجذب. لا قانون الجذب جاوب دكتور. ويعني إذا تعمقنا بهذا الموضوع أكثر راح يكون أكو السؤال الثاني على شنو اللي هو ألي؟ السؤال هو يعني شنو موقف نحن كديانتنا موقف كمسيحيين موقف الكنيسة من هالموضوع؟ اي من زين بس خلي أفهم شنو الموضوع. أوكي قانون الجذب فكرته كالأساس إذا أفكر في شيء يعني أنا أجذبه إلي كل ما نقدمه إلى الكون يرجع لنا. إذا فكرت أنه سأحصل على هاي الوظيفة بكل شغف وبكل حماس وبكل طاقة وبكل فكري وكياني أنه أجذبه إلي، هاي فكرة قانون الجذب أنه أجتذب الأشياء إلي. هل هو صح أو خطأ؟ أنا في رأيي هو القانون موجود، يعني قانون موجود أصلاً. الله قال اقتربوا إلى الله اقترب إليكم. الفكرة إحنا إيش سنقترب إليه راح يقترب إنا حتى إذا بالفكر مثل ما تكلمنا بالطاقة. الخلط لأنه علم جديد يخوف. كم واحد يعرف السبليمينال؟ هم زين مو كثير. كم واحد يعرف الإسقاط النجمي؟ أوكي هاي أمور شيطانية. الإسقاط النجمي والسبليمينال أمور شيطانية. السبليمينال اللي يغير لون عينه ويغير لون شعره ويطلع عليهم شعر جديد ويغيروا النبضات يسوي 120 وموجودي. والإسقاط النجمي يخرج من جسده ويروح يقدر يهيم يدخل على بيوت ناس. في رأيي أنا هاي رأيي أنا مو رجل دين حتى أتكلم بيها، لكن هاي أمور شيطانية لأنها موجودة بالكتاب المقدس. يعني أنه أخرج من مكاني جوز الشيطان كي يخليك تشوف رؤى من ذاك البيت لأنه موجود هو إله هذا الدهر وأنت عبالك أنه هو أنت طلعت من الجسد. هاي أمور شيطانية. شلون توزنين انت الامور؟ تاخذيه في براءه، يعني تاخذيه في ضوء الكتاب المقدس. انت سالتيني انا اطبق هذه التمارين؟ للامانه ما احتاج. اعظم تمرين اطبقين وتجذبين كل شيء جيد الكي هي الصلاه. ما احتاج اطبق تعاليم اخرى قد تكون مضره الي. اما راي الكنيسه فاحنا نتصور اي شيء الانسان يريد ان يحصل عليه لازم يثابر ويشتغل على هالموضوع حتى يحصل عليه. البيح كانت المحاضرة مع الدكتور سيف بهذا الخصوص إنه ماكو شيء اسمه واحد ما يقدر أو واحد ما يقدر يسوي بدون تشجيع أو بدون أو بدون أو بدون أي شيء ثابر عليه راح أحصل عليه. بس إحنا نعرف إنه أي شيء حتى إذا أنت ثابرت عليه وردتي تاخذينه إذا أنت كنتي إنسانة مصلية إذا هو لخيرك راح تحصلين عليه لأن رب راح يوفق في هذا الأمر. بس إذا هو ما كان لخيرك وكنت إنسانة مصلية فالله راح يبعده عنك لأن الله ما يقبل تأخذين أي شيء ما هو لصالحك. سؤال مهم عشتيتك دكتور. مبارك سيدنا مساء الخير دكتور. مساء الورد. سؤالي هو موجه لاثنينكم، هل النجاح أو تحقيق الحلم مرتبط بمكان؟ يعني مثلاً هسه بالنسبة لي شخصياً أو أتصور أغلبية الشباب يحسون أنه وجودنا هون بالعراق كثير صعب نحقق يدمر حلمنا. المستقبل بدون مستقبل أبداً ومستقبلنا كله ممكن أن نحقق نفسنا إذا وصلنا لأي دولة بأوروبا 100% بحكم خبرتكم. يعني ممكن أنه نحن هون هاي الظروف اللي مقيدتنا أنه هي من تمام تمنعنا لهذا بس مجرد شغلة أن نحن نخليها بداخلنا حتى ما تخلينا يعني نرتقي أو نحقق حلمنا أو نحقق نجاحنا. هو تمام أنه إذا طلعنا بالخارج راح تنفتح لنا مجالات أكثر أنه نطيق نحقق كل شيء نحلم بينه يعني بمجالاتنا الخاصة. يعني أجاوب السؤال اللي طلعوا قبلك الدكاترة على الخارج إيش قد حققوا من أحلامهم؟ اسألهم. أكو نوعيتين، أكو ناس طلعت اشتغلت على نفسها وصلت وحققت أحلامها وعملت في مجالها، وأكو ناس ما قدروا يعادلون وظلوا ليها سيغسلون مويعين. أكو نوعيتين. إذن الموضوع مو بالمكان، الموضوع بيك أنت،
الموضوع بك أنت. ربما أكو ظروف خارجية تنعكس على الإنسان سلباً أو إيجاباً في المنطقة، لكن إذا هوني أكو أمور سلبية فبالخارج أكو غير أمور سلبية، مثل ما بالخارج أكو أمور إيجابية أكو غير أمور هوني إيجابية. فالموضوع هو نسبي، ما تقدر أنه تقدر تقول أنه هو هذا قاعدة يمشي على الكل. كل واحد فاشل بالعراق يطلع بغى يتوفق، كذب. أو كل واحد متوفق بالعراق يطلع بغى يفشل، كذب. هذا موضوع نسبي ما تقدر تعممه، يبقى عليك أنت. تمام؟ أقدر أضيف شيء؟ أجيب أجاوب شيء؟ الفكرة وين؟ إحنا فاهمين النجاح خطأ. النجاح هو مو بيت ولا سيارة ولا زوجة ولا أولاد، مدارس خاصة. شون؟ مدارس خاصة يكون الأولاد. هاي كلها تزاد لكم، هاي كلها تزاد، إن هاي مفروض تعطى لك. صح. النجاح هو شنو؟ إحنا دائما فاهمين كلمة النجاح يعني سافر برا عنده بيت ومرتاح، هو مديون طبعا طول عمره على البيت وعلى السيارة وعلى هاي. It's okay. أنا مو ضد الهجرة، لكن تعريف النجاح. شايف كيس الشاي؟ هاي تي باج. التي باج يابس، ينكل بوحده ما ينكل، والماي المغلي طيب بوحده، تشربون ماي مغلي تتغرغرون بس المريض. احنا في رأيي نفسيا احنا هذا التي باج، احنا مفروض نغمس في هذا العالم حتى نحوله الى شاي، نعطينه طعم ولون ورائحة. مو العالم كله، مو اصير اشهر شخص بالدنيا لان انت تحط تي باج بالبحر، ما راح يصير البحر شاي، تحطه بقلاص بمن حولك. عزيزي إذا أنت تحس نفسك هوني تيباك تنطي طعم للي حولك، نفس الموهبة اللي حط الله بهذا الكيس مالك مؤثر، مو بيت وسيارة وهاي، هتفهمني؟ إذا هذا مكانك. إذا لا ما شفته ورحت برا وصرت عندك طعم ومؤثر في الآخرين، هذا هو النجاح. النجاح هو أن تكون مؤثر نحو الأفضل للي حولك حسب إرادة الله، هذا نجاحكم، غيره مو نجاح. سؤال؟ تفضلوا. بس طبعا اكو وقت راح نقول راح نتوقف لين ما نقدر ناخذ كل الوقت، لين بعد اكوش برامج. طبعا اكو كثير اسئله بالذات اللي هي الي، اللي ما يقدر يسال اليوم يقدر يجي باللقاء كل جمعه. تعرفون احنا عندنا الساعه 6 لقاء ابناء السلام، تقدرون تجون وايش ما تريدون تسالون. بس الدكتور جنان اي، والاسئله اللي الي تقدرون هم تسالوا له الجمعه وراح يجاوب احسن مني حتى يجون. اوكي تفضلي. مرحبا. اريد اعرف ليش بالمجتمع مالتنا اكو تفرقه بين الولد والبنيه؟ هذا السؤال. ليش بالمجتمع؟ بس هذا السؤال. ايه ليش أوكي. اكو تفرقه بين الولد والبنيه؟ منو قالكي بس بالمجتمع مالتنا هذا الشيء؟ انا حسب اللي اعرفه يعني. لا لا، بكل المجتمعات اكو تفرقه بين البنت والبنيه. بالبنت والبنيه شنو؟ الولد بنت وبنت. بس كل مضيق وهاي ضاع. بين البنت والولد بكل المجتمعات اكو تفريق، بس الفرق انه لازم انا افكر اشنو هو الفرق. يعني مثلا احنا المجتمعات الشرقيه اكو نوع من الظلم للبنت، هذا انا متفق بينه. بس البنت اللي هي تقدر ان تثبت وجودها وشخصيتها قويه، انت عاد تسمعيني لو ملتهي بالمايك عاد تسمعيني. البنت اللي شخصيتها قويه وتقدر تثبت وجودها بنجاحها وبمعرفتها وبعلاقتها بالمسيح وبالكنيسه وبالمجتمع، راح تفرض على الآخر هذا اللي يميز الرجل عليها، راح تفرض علينه شخصيته. لأن حتى بالخارج اللي يقولون هم يهتمون بالمرأة أكثر من الرجل، لكن إذا كان الرجل في موقع معين أذكى وأفضل راح يختار الرجل وليس المرأة. هذا ما معناته أنه ما أكو تفرقة في مجتمعاتنا، كل مجتمعات إلى أخلاقيات إلى ظروف معينة. زين، احنا عايشين في مجتمع اكيد اكو نوع من الظلم على البنت، لكن هذا لا يعني انه انتهى العالم. يعني البنت هي تقدر، قلت لك بمعرفتها بعلمها بشطاغتها. اليوم كان عندنا وزيره، نحن بالحكومه وزيره، غدا ممكن تصيرين انت وزيره،
رئيس وزراء ممنوع تصيغين لأن لازم تكونين شيعية فما تصيغين رئيس وزراء بس ممكن تصيغين وزيرة ولا رئيس الجمهورية لأن لازم تكونين كغدية بس ممكن تصيغين وزيرة ولا رئيسة برلمان لأن لازم تكونين سنية بس ممكن تكونين وزيرة أو عضوة برلمان هذا احنا بالعراق لكن موضوع التفرقة احنا ماكو واحد يقدر اكو عنده عصا سحرية يقدر يغير اسلوب مجتمع كل مجتمعات الاشياء الا طرق ما دكتور تريد تضيف شيء كلمة بسيطة احنا المشكلة احنا نحب ولد او بنات نضع شيء شماعة نعلق عليها انه اي شيء يمنعني عن ان انجح الولد انا بالعراق انا من عائله بسيطه انا امكانياتي البنت انا بنت انا مو ولد انا مجتمع شرقي تكلم بينه كله صح لكن انت ضع يعني شيل هاي الامور يعني تخيل نفسك مثل ما قال ابرتي تصيرين راح تصيرين ما راح لن ماكو هو الكون كله ما راح يقدر يقف امامك في اذا اردتي ان تكونين لان نجاحك راح يجبر الكل يعني نجاحك في العمل راح يخلي عائلتك ترضى وتدعمك نجاحك في المنصب راح تخلي الكل يدعمه وهاي بنتنا وهاي كذا فالانسان هو في ذاته شويه نزيح هذا الموضوع واجتهدي فينا مع نفسك سؤال هوني خلي هالولد خطيه لك نفسه هوني بليز لين كيرفع يدوشكل مساء الخير اهلا مساء النور بالبداية عندي في السؤال إذا عندك مثلاً طموح بالحياة أو خلينا نقول هكذا بعد طموح بالحياة خلينا نقول مثلاً فد بوزيشن بشغل وهذا البوزيشن تعرف كل الزين أنت راح تتعب ويمكن تفشل كثير واحتمال تصله أو احتمال ما تصله بنفس الوقت يجيك مثلاً بوزيشن بغير لاين أو فد شيء أسهل ما تحبه مقد الأول بس ممكن تحققه عندك جارنتي انه تصله وبجهد اقل من الاول هل راح تختار هذا لو راح تاخذ الريسك انه على الشيء اللي تريده اكثر على الرغم احتمال ما يتحقق وتظل بمكانك طول حياتك اوكي انا عني شخصيا حاخذ الريسك لكن ليش راح اخذ الريسك لان انا جريء لو لان انا شويه احسن لا ابدا راح اخذ الريسك لان صار لي سنين اهيئ نفسي لهذا الريسك إذا أنت مهيئ للعمل الجديد فاهم كله أيري عنه وداخل دورات ودارسه فيهم ومشتغل بينه سابقا ومتطوع بينه ومتشرب بينه ماكو أحد يفهم أكثر منك بينه روح راح تاخذ البوزيشن بس إذا أنت تريد تاخذ البوزيشن بس لأن تحب البوزيشن لا سوري ما راح تاخذه يعني هيئ نفسك له دورات من ردته أدخل إعلام وأنا طبيب الإعلاميين راح يغلبوني رحت الدورة لغة عربية رحت دورة شلون تضع الميك اب مال الكاميرا لأن أنا أبيض ما تحبني الكاميرا رحت دورة مخارج حروف رحت دورة علم نفس رحت دورة لغة جسد رحت دورة حركة يد ما مجبور رحت دورة إضاءة وصوت وكاميرا ومونتاج ليش حتى أفهم كل اللعبة اللي معاي ما يفهموا أفضل مني من جد الريسك I am up to it فأنت تعرف هل أنت وصلت لمستوى الريسك تقول لا بعد لي شوط كبير لا روح الهايل بالسيفتي زون بس هي نفسك للريسك اللي بعده إذا تشوف نفسك أنا راح أدخل هذا الماتش أكان أكون the best of the best take the risk أبونا هوني عنده سؤال ما أبونا خلينا شعبونا عنده سؤال وأبونا هم بعث لي سؤال بس آخر شيء راح أجاوبه لأن طويل شوية تفضل أبونا أولاً شكراً الشيء اللي قدمتمونه لشبابنا الورود كل الجهود اللي قدمتموها إن شاء الله تكون ثمرة خير وانطلاق سؤالي لسيدنا نحن الكنيسة شوية مقصرة نحكيها بصراحة أتمنى أنه هذا اللقاء ما يبقى مجرد لقاء ومهرجان وهذا وطلعنا وخلصنا يومين النتيجة أهم من الشيء اللي نحن نعمله خلال يومين لأن كل واحد راح يأخذ في الطاقة المفروض يستثمر هذا الطاقة اللي قاله دكتور سيف سؤالي أتمنى كلنا نحب طقوسنا وماكو واحد ما يفتخر بها بس للشاب له طقس للشاب هاليوم بلغة المعاصرة له طقسه فأتمنى أيضا كل كنائسنا مو فقط الكنيسة كل كنائسنا يكون يوم خاص قداس للشباب سواء هو شهري سواء موسمي
يحسون ايضا الهم فكرتهم ما نقدم القداس بالشكل الطقسي التقليدي لانه هاليوم لغه ما اتصل عليهم يريدون اكو كثير امور هاليوم يريد يفهموها ومن حقهم هذا لا ما يصير اكون انا مؤمن اعمى هذا الايمان لازم انا اعيشه واعيشه بهاليوم باللغه اللي موجوده مو معناتها نحن ننتقص باللغه اللي كتبها لكن كيف نقدمها اليوم فأتمنى انطلاقا هذا أول سؤال أمنيتي السؤال الدكتور إذا تسمح لي سيد الدكتور سيف لحد الآن نحن بالعمر وكلتنا تخرجنا ما نفهم شنو هو النجاح النجاح اللي يفهمه اليوم شبابنا لو يطلع كلية طبية حتى رزقه يكون مضمون لو هندسة شيء اسمه إبداع مع بعد النجاح ما موجود هذا شكرا أبونا أنت قلت إحنا ككنيسة عندنا شوية قصور أنا شوية ما مع فكرة جلد الذات أنا ما كثير أحب لهذه الطريقة أنا إحنا كنيستنا إحنا البشر مقصرين الكنيسة لا تقصر بس أنا ما لك كده جاوب كده جاوب الكل اللي أنا أعرف الذات بس كده الكنيسة لا تقصر ليش لأن الكنيسة هي جسد المسيح وما يوم من الأيام الكنيسة عرفت أنه ممكن تقدم الأفضل لأبنائها ومسكت نفسها يعني أنا أعرف راح أقدر أعمل هذا الشيء مليح لأولادي وأقول دي يلا ما لازم ما كوشك شيء أنا عاد أحكي عن الكنيسة الحية وعن رجل الدين الراعي وليس الموظف والعبد الراعي هو اللي يعرف رعيته ورعيته تعرفه احنا ككنيسة ما اعتقد عندنا قصور كبير لكن احنا كرجال دين يجوز نقصر لان احنا بشر غير مكتملين لكن نسعى دائما للكمال يعني هذا النشاط اللي كتشوفه ابونا المهرجان وهذا القداس اللي طالبت بينه احنا العام بهالمناسبة عملنا قداس خاص للشبيبة والحضور كان 460 شاب وشابة بالقداس فإحنا عاملين هالأشياء أما الطقس وشرح القداس فنحن عندنا داتا شو بالكنيسة كل شيء المكتوب سرياني ترجمته مكتوبي بالعربي عداها أي شيء يحبون يعرفونه إحنا بوابنا أبد ما مزودي ليش عاملين لقاء أبناء السلام كل جمعة حتى هذول الشباب من عندهم شيء يجون يسألون بس أنا ما عندي هالإمكانية إنه أرسم لكل شاب قس صعبي صح؟ لكن لكل رعياك وكاهن تمام أبداً ماكو واحد من شبابنا أتحدى إذا عدنا واحد بالرعية قال أنا غدت أسأل عن موضوع أو أخذ أي معرفة عن أي شيء وإحنا قصرنا بحقه والأزيد اليوم سوبورو تي في اليوم سوبورو تي في اللي أسسه سيدنا البترك الغاية منه أشنو؟ هذول اللي ما يجوا على الكنيسة الكنيسة تروح عندهم على البيت يكون أكو قناة كنسية خاصة بالكنيسة تصل لبيت كل واحد وإن هذا الواحد اللي يطيق يجي على البيعة وما يجي على البيعة هو مقصر مقصر في علاقته مع الله ومقصر في نفسه وهو يشبه ذاك الذي مرة كن حكيته خلي أحكيه ما يخاف على السريع يشبه ذاك الفقير اللي راح دق باب الغني والغني تحنن علينه كان بيجيبه 7 ليرات ذهب شال عطانه للفقير 6 ليرات ذهب وخلاله ليرة الفقير ما قبل طلع الخنجر ماله قال له أريد 7 قال له عطيتو لك 6 وخليتو لي بس 1 قال له أبدا 7 تم تطعيني هيم هذا كشكل واحد ما يستحق الرحمة صح؟ هذا الواحد هو الإنسان المؤمن اللي الله عطاه له 6 أيام بالأسبوع وخلاله بس الأحد الله لكن المؤمن يغتصب حتى يوم الله ويغيد حتى الأحد 7 أيام يغيد يأخذها من الله والمشكلة حتى اليوم 7 هو مو كله لله هي 2 ساعة فإحنا يجوز أكو قصور عند رجالات الكنيسة لكن القصور الأكبر عند المؤمن مع الأسف سوري أنا يعني تحملوني لازم الإنسان إحنا يهمنا خلاص النفوس
لكن أنت لازم يهمك خلاص نفسك. أنا لازم أدور وخلاص نفسي. قوي ما حد راح يستفاد إذا طلع وقف فوق قدام المسيح وقال له أنت ليش أشكل؟ قال له قصنا ما خوش آدمي، ما تأكل فوق، ما تأكل. أو بالكنيستنا القداس طويل ولهذا أنا صرت أشكل، ما تأكل. الله راح يقول له أنا أعطيتك عقل، أعطيتك الكتاب المقدس، أعطيتك المعرفة كلها، وأعطيتك نهاية الصح ونهاية الغلط، وعلى أساسه أنت ستحاسب. أنت لازم تبحث عن خلاص نفسك. ومع هذا إحنا صح إذا عدنا أي قصور فإحنا مستعدين. مثل هذا المهرجان، واحدة من أهم الغايات من هذا المهرجان إنه إحنا شفنا اللقاء العدد ما كيتجاوز 100-120، هذا عدد قليل بالنسبة لأولادنا هذولي. لازم أقل شيء يكون عندنا بكل جمعة 300 شاب وشابة. ليش كيجي 120؟ فعملنا هذا الشيء حتى نسوي تنشيط، إن شاء الله ما نقصر. بخصوص الإبداع، شكراً، ملاحظة مهمة كثير. إحنا نرضى بالقليل، يعني نرضى بالفتات، ويعني مع الأسف ما أعرف، أنا إلهنا عظيم وقدوس ويريد يباركنا، وإحنا راضين أنه ناكل الفتات الموجود. يعني ما أعرف هل صورة ذاتية متدنية، ونشعر الإنسان نفسياً يعني يشعر أنه لا يستحق النجاح. تعرفون أكثر مخاوف الإنسان شنو؟ يخاف من الفشل ويخاف من النجاح. يخاف من الفشل للكل أنه يقول له فاشل، ويخاف من النجاح للكل يتخلى عنه، إذا نجح ما راح يحبوني، لازم أصير مثل فاشل وقاعد بالقهوة وأنا أرقله هاي الأمور، فبقى في مكانه. إحنا مطالبين فعلا بالإبداع، يجب أن تنطي الماكسيمم مالك. مثل الوزنات مهم جدا، تاجرت بيش قد حتى قال لك نعم من أيها عبد الصالح، يعني دائما أران أنا لو عندي 10 وزنات أتاجر بيها. سوري، أنت عندك وحدة ودافنة. تعرفون ما مطلعين النفط المادة الخام السوداء ما تفيد لأي شيء، بس تحرق. لكن من يعرضوه لهاي الحرارة اللي هو الاجتهاد والمثابرة والعمل والنجاح، هذه الحرارة تكررها وتفصلها دهن ونفط أبيض وبنزين إلى آخر طبقها الغاز. أنت وين واصل بالتكرير؟ الله يريدك للغاز في نجاحك في معرفتك. مثل أنه السراج تشعله ولا تحطونه تحت السرير، أصلاً بطلنا نشعله، مفروض في أعلى مكان، يعني في أعلى مكان أنه الناس تراك، مو حتى الناس تشوفني أنا، no never، حتى الناس تراه فتمجد أبانا الذي في السماء. لازم يكون عندك طموح كبير تخترق الإبداع. سوري حستخدم مثل عالمي، المثل العالمي كلكم تعرفونه. عندنا ناخذ 3 مراحل مثلاً، رح ناخذ مطرب عراقي من هاي البحر والبدر وذول الأسماء، تمام؟ وعندنا أعلى منهم كاظم الساهر، هاي لغتنا ده نفتهمها كلتنا إحنا الشباب، وأكو بيتهوفن صح؟ وتشايكوفسكي وغيرهم. ليش هاي اللفل؟ 3 موسيقيين، شنو الفكرة؟ الله غير عادل في إعطاء المواهب؟ نو، كم الاجتهاد والشغف والإيمان أنه أصل أعلى. هذا مستوانه يغني مثلا في ملهى معين، يغني في مكان معين، يأخذ فلوسه ويعيش. كاظم لا، أرقى، درس موسيقى، درس النوتة، محترم نفسه، سافر، اجتهد، ثابر، كان 16 ساعة يقعد باليوم، صار كاظم الساهر. بيتهوفن أصلا يعني وصل من الجنون والهوس حتى صار بيتهوفن. نرجع لموهبتك، في مجالك، في عملك، في علاقتك مع الله، في أن تكون نور وملح، ترى الله يريدك لآخر مرحلة توصل، هو ما راح يرضى بالمرحلة اللي أنت هسه راضي بها. هاي إمكاناتي، هاي طاقاتي، لا سوري، أنا حلمي أصير محاضر عربي ومن ثم أصير دولي. إذا الله مرض لي هذا الحلم it's okay، بس أنا حاط هذا الحلم، why not؟ إلهي يستحق ده أتكلم عنه، أنا غير المستحق، هو عظيم وهو يستحق. فعلينا أن نوصل إلى أعلى مرحلة. آخر سؤالين. مساء الخير. مساء النور. سيدنا سؤال مشترك لحضرتك والدكتور سيف. سؤال يكون يعني كنسي طبي. ما هي نبرة الكنيسة للتطور الطبي الحاصل؟ نبرة الكنيسة للتطور الطبي الحاصل، وهو تطور يعني نقدر نقول يفوق العقل. يعني هل نعتبر مثلا التطور الطبي تدخل بشري في إرادة الله؟ على سبيل المثال مثلا عمليات نقل القلب من شخص إلى شخص، إعطاء حياة لشخص ميت بقلب آخر، بقلب شخص آخر، هل هو تدخل بشري في إرادة الله؟ أو مثلا عمليات التخصيب الصناعي
هل هو تدخل بشري في إرادة الله؟ فما هي نظرة الكنيسة وما هي نظرة الطب لمفهوم الكنيسة في هذا الموضوع؟ وشكرا. أي تطور يصل إليه الإنسان هو نعمة من الله. هذا الطبيب لولا عنده نعمة من الله ما يصل لهذا التطور. إذن بما أنه هو نعمة من الله فهو مبارك من قبل الكنيسة. نقل قلب، نقل كبد، أي شيء إذا يعطي حياة لإنسان من دون ما يكون على حساب حياة إنسان آخر الكنيسة تباركه. والكنيسة مع العلم، والكنيسة مع أي تطور علمي، لأن عندها ثقة أنه هذول الناس حتى الملحدين، ها حتى الملحد المثقف والمتطور هو نعمة أعطيت له من الله وإن هو لا يدري، نعمة أعطيت له من الله من أجل فائدة بقية البشر. فهمت شلون؟ فالكنيسة مع التطور العلمي ومع التطور الطبي. أشنو السؤال للدكتور؟ الجواب 100% صح، بس هسه تقول رجل دين كي هو الشكل فالطب شيء هو. أنا كلش أحب هاي الأمور الطبية. تعرف الطب كل ما ندخل بينه يثبت وجود الله ما يلغي. العظيم بالطب أنه كل اللي قدروا يعملونه هو المساعدة في شيء الله أصلاً هو خلق، يعني الله هو اللي خلقه. لحد الآن هسه أروح أبعد من القلب، الاستنساخ اللي سوى مشكلة كبيرة. البشرية غير قادرة على خلق خلية لحاول وجهد الإمكان، وياي ممكن يستنسخون ما خلقه الله لكن غير قادرين على خلق خلية. خب هاي اللي صارت مال تبديل الرأس، كيردون يسوون هسه من رأس واحد لرأس واحد، أوكي؟ يعني أنت يقصون رأسك يحطونه على وسيم، وسيم هذا الصبح وين نظاراتي؟ نظري زين صار، ده أشوف زين. هل هاي تتعارض مع الله؟ نفر، لأن ليس الجسد ما يعطي الحياة بل الروح. وياي إذا غاحت الروح أثناء العملية لو يحطون راس زرافة هم يعيش الإنسان، أوكي؟ فإحنا ما نقدر نخلق بدون الله، يعني الطب ما يقدر يخلق بدون وجود الله، لكن يقدر في هاي الخليقة اللي موجودة اللي أصلاً الله وضعها فينا. تعرف واحدة من الكلى إحنا ما نحتاجها؟ الإنسان يحتاج كلى واحدة بس، وياي واللخة زايدة. وأنجح شيء بالعالم هو زرع الكلى حالياً، يعني كأنه الله وضع فينا بس ينتظرنا مثل ما نرجع للإبداع والإخلاق حتى كل هاي تمجد عنه. يقول شوفتوكم الأرضيات انبهرتم كم بالحر السماويات. والطب هسه وصل شيء سمانه عناصر الزوال. ممكن أحكيه لو طولته جملة؟ أحكيها على السريع. أحكيها على السريع. أكو شيء اسمه عناصر الزوال، يقولون أكو غريب، الأرض كتفلت من جاذبية الشمس، والقمر كيفلت من جاذبية الأرض، والشمس كتنطفي بعد كذا بليون سنة، والمد والجزر والثقب الأمازون، والإنسان ده يموت بعمر 100 سنة. ويريدون هسه يكتشفون ليش الإنسان ده يموت، ليش شاب ويموت. فوصلوا إلى الشيء سموه عناصر الزوال اللي هي موضوعة في الأرض في المادة وفي الإنسان، تخلينا نزول من تراب وأرجع إلى تراب، والأرض راح يجي يوم تفنى وتزول. وتعرف هاي مذكورة الآية اللي اكتشف العلم في سفر المزامير، يقول وكلها تبلى وكثوب تطويها فتتغير. ده يتكلم على الأرض الله، يعني هاي كلها راح تبلى وكثوب تطويها فتتغير، يعني انتهت كلها راح تنتهي. يعني عناصر الزوال مذكورة أصلا من زمان في الكتاب المقدس، كل هاي راح تبرهن عن وجوده مو العكس. أي هوني عندك بنت لا يقولون كتفتهدون البنات. اي هاي هوني آخر رفع سؤال صح. هاي هم بنت. اوكي هل. مساء الخير. سؤالي موجه لحضرتكم، هو شنو علاج الرهاب الاجتماعي والخجل الزايد؟ الانسان يكون كلش انطوائي يعني انت اوكي. السوالف مالتكم علم نفس وشغلات. الرهاب الاجتماعي الفوبيا بالعالم اكو تقريبا اكثر من 300 نوع من الفوبيا، نوع من الخوف من الصرصر والبريص والنور والشمس، اكو خوف من العيون والخوف من الحمية. كم واحد يخاف من حميته او راح يخاف من حميته؟ الفوبيا تتكون لسبب معين في حياتنا، فاللي يخاف من المرتفعات في مكان معين صار بينه ارتفاع، اللي يخاف من المصاعد الكلوستروفوبيا الاماكن المغلقه من هو صغير تعرض الى يعني نحبس بمصعد. القصد كل فوبيا لها أساس،
يعني إلى مرجع في الطفولة أو في المراهقة. الرهاب الاجتماعي معناته لو هو من طفل لو هو من مراهق تعرض لإحراج اجتماعي قدام القرايب قدام المدرسة، المهم طلع وتلعثم وتخربت وسواها على روحه وتبهدل، فصار عنده رهاب اجتماعي. علاجه مو أنا أطلعه هسه وخلي الكل يصفق له راح يغمق علينه، أكيد لا. علاجه أرجع للبوينت اللي صارت منه الفوبيا. كم واحد تخاف من لابوبريس؟ ما شاء الله. معناته من كنت صغير لأمامك كانت تعيط من يشوف أبو بريص صارت بكم هاي الفوبيا، هي مو حقيقية، يعني هو أصلا أسنان ما عنده حتى يعض. أوكي، ترجعين للطفولة. السؤال يقول، طبعا هذا محاضرة ينقاد له، هذا يقول: الله واحد ثلاثة تقانيم. نعم، الله خلق آدم جبله من تراب الأرض ونفخ فيه نسمة الحياة فأصبح آدم نفسا حيا. ما هي حقيقة هذه النسمة؟ هل هي الروح القدس؟ لا، نسمة الحياة هي النفس البشرية، نسمة الحياة هي النفس البشرية وليست الروح القدس. ولهذا لما الرب يسوع تجسد من العذراء مريم الدائمة البتولية، تجسد منا لما حل الروح القدس على العذراء مريم، فأخذ منا جسد بشري اللي هو جسد ونفس بشرية. ولهذا عندما مات الرب على الصليب انفصلت النفس البشرية عن الجسد البشري، لكن اثنينهم كانوا ضمن اللاهوت، ولهذا لم يرى جسد الرب يسوع فسادا في القبر. إذا النفس، النسمة الحياة هي النفس البشرية. بعدين يقول انه بما يعني نهاية السؤال، اكو شيء اسمه نفس وروح، هل هما نفس الشيء النفس والروح ام هما شيئين؟ حقيقة نحن آبائنا السريان هذا الموضوع كان بينه عدة آراء. قسم منهم قالوا النفس هي ما تختص بالعواطف الأرضية والروح ما تختص بالأمور السماوية. يعني النفس هي مثلا الجوع، العطش، العاطفة، هالأشياء الأرضية، والروح هي الأمور السماوية، العلاقة مع الله، الحب الحقيقي، هالأشياء. وقسم من الآباء قالوا لا، الاثنين واحد. فأكو رأيين، احنا آبائنا أكو رأيين، قسم يقول اثنين، قسم يقول واحد. حتى بالسرياني لما نصلي بالقداس يقول فغريهون ونفشهون وروحثون، ومرات يقول نفشهون وروحثون، فيقول نفس وروح، مرات يقول اثنين واحد. لكن بكل الأحوال النفس والروح التي هي عند الإنسان هي ليست الروح القدس. الروح القدس هو الأقنوم الثالث من الثالوث الأقدس، هو الله. الروح القدس هو الله. تمام؟ شكرا دكتور. شكرا سيدنا. طبعا احنا كثير نشكر دكتور سيف، كثير نشكر الدكتور. ودكتور سيف هاي ما اول مرة يجي ويشرفنا كثير، واحنا كثير نعتز بوجوده، يعني اعتزازنا انه هو ابننا وابن الكنيسه واخونا وصديقنا، وما يقل لنا لا دائما. يعني هاي ثاني مره يجي، ولازم تعرفون انه الدكتور يجي من بغداد الى هوني بدون اي مقابل، لكن احنا نصلي انه الرب يكتب اجرك بالسماء انت وفريقك الرائع ريفان وتيم. ربنا يبارككم جميعا، وحبينا نعطيك درع المهرجان ويبقى عندك كذكرى. فشكرا جزيلا دكتور. اوكي شكرا. تريد يا هاي جميل من الانسان